تأسيس الحركة العمالية عندنا أو انطلاقتها يعني كانت مع الشرارة الأولى اللي تمثلت في عملية نسف الحزام. الحزام اللي كان آنذاك تحفة من التكنولوجيا عند المستعمر الإسباني، منشورة من مدينة العيون وتمشي حتى للبحر من حيث كانوا، من هناك يعني ينقل الفوسفات المنهوب وخيرات الشعب الصحراوي للخارج ولاستفادة المستعمر. عمال الصحراويين كان لهم دور يعني أساسي، والآن نشوفوا حتى الساعة يعني العمال الصحراويين ليس فقط مطالبة بحقوقهم، لكن يعني هم جزء من هذا من هذه الحركة النضالية. هذا التقدم اللي حققته الحركة العمالية الصحراوية يعني اليوم يعني الشاهد عليه واللي يعني بالمناسبة هو هذا الحضور المكثف للوفود الأجنبية من مختلف القارات. مختلف القارات بمعنى على أنه لوجيتيساريو يعني تحظى بتعاطف وبتضامن جد واسع. اجتماع لجنة تصفية الاستعمار أي اللجنة الرابعة واللي صدر عنها قرار يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، إلى درجة أنه تمت المصادقة عليه والمغرب لم يعترض، بمعنى على أنه هناك إجماع يتأكد وتوجه لدى المنتظم الدولي على أن قضية الشعب الصحراوي هي قضية عادلة ويجب أن يتم حلها من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لتقرير المصير. أيضا القضية كانت متناولة، تم تناولها أيضا من طرف مجلس الأمن ومنتظر أن تصدر قرارات، وكانت إحاطة مقدمة من طرف الممثل الخاص للأمين العام، وكان هناك تقرير أيضا حول، بمعنى على أنه لم تشهد يعني القضية كثافة من هذا يعني من الشيء اللي يجعل على قضية الشعب الصحراوي حاضرة بكل بقوة على مستوى المنتظم الدولي. ما نرجوه وما نريده هو أن المنتظم الدولي والأمم المتحدة أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة، وعليهم أنا أعتقد على أنه لا بد من الدفع بالضغط من أجل أن يمارس الشعب الصحراوي هذا الحق. لا بد من يعني الضغط على الطرف المتعنت، على الطرف اللي عرقل كل هذه لأن يعود إلى جادة الشرعية الدولية، وهذا شيء أساسي. بالإضافة إلى هذا على أن هناك دول كانت متورطة ولا زالت، وعليها أيضا لا بد من مراجعة وتقويم مواقف. كل محاولات المغرب للتسويف والعرقلة كفاح الشعب الصحراوي كلها منيت بالفشل، ولعل آخرها هو ما صدر عن الاتحاد الأوروبي، محكمة الاتحاد الأوروبي، لأنه هذا القرار بالنسبة لنا ليس فقط تاريخي وأهميته، ممكن مقارنته حتى مع قرار محكمة العدل الدولية اللي صدر في 1975 وأكد أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ولا لأي كان، وكل وأن الشعب الصحراوي هو السيد على أرضه. لكن في هذا القرار كان في منتهى الوضوح، أكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، أكد أنه ممثل الشعب الصحراوي للحصول على أي موافقة لابد من موافقة الشعب الصحراوي، وأنها تتم عن طريق ممثله الشرعي والوحيد اللي هو الجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء والذئاب.